السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه راح يكون أول فيديو في سلسلة راح نتكلم في موضوع الزراعة على السطح، لأن في الكثير يزرعون على السطح أو عندهم البلكونة أو ما عندهم المساحات في البيت أو كذا إنه يزرعون، فحتى اللي يسكنون في الشقق ممكن يستغلون سطح العمارة إنه يزرعون. فأنا عموما حبيت أتوسع، بديت أرجع الزراعة اللي كانت عندي على السطح، كان عندي محمية وهملتها، وإن شاء الله جزء من هالسلسلة إذا الله كتب راح نرجع المحمية ونطورها وراح نتابع الخطوات مع بعض. ففي هذا الفيديو راح أتكلم معاكم في بداية الموضوع، بداية الزراعة على السطح. بغض النظر الموضوع الأساسي الأولي اللي لازم نفهمه، بغض النظر إذا كنا نزرع في أصايص، في الأرض، على السطح، في الحديقة، في أي مكان، لازم نفهم شيء واحد، لازم نفهم الاتجاهات، وين الشمال، وين الجنوب، وين الشرق، وين الغرب. فأنا الحين هذه جنوب وهذه الشرق وراي الغرب، فعبارة نباتاتي مشاهدة الغرب، فتحصل على شمس من الشرق، من تشرق الشمس إلين تقريبا المغرب. في وراي بناية توفر بعض الظل عند غروب الشمس، فأغلب الوقت هني عندي شمس قوية، فهذه لازم أعرفها. فمن الصبح إلى المغرب تقريبا إلى العصر خلنا نقول عندي شمس قوية. طبعا احنا الحين في شهر أواخر شهر فبراير أو نص شهر فبراير. اللي أبا أقول لكم اللي عنده أشجار يبي يزرعها فوق، هذه الوقت إن احنا ننقلها فوق على أساس تبتدي تتأقلم على الشمس، لأن الحين الشمس للحين مو بقوية وتتأقلم مع شوي شوي زيادة الشمس. فهذه أول نقطة اللي هي نفهم الاتجاهات. فمثل ما قلت الأمثل إن نكون مشاهدين الجنوب، لأنه راح يعطيني ساعات شمس طويلة من الشروق إلى تقريبا الغروب. ممكن نشاهدها الغرب، راح يعطيني أقل، طبعا راح يعطيني أقل لو شاهدها الغرب. فهذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي هي الماء، احنا نتكلم عن السطح، فطبيعي ان ما يكون عملي ان انا اشيل ماي واصعد واروي كل مرة، وبالذات اذا عندي اشجار. مثل ما انتم شايفين انا مجهز اصايص كبيرة، هذه 240 لتر، فراح تصير ان شاء الله اشجار كبيرة. مو بعملي ان انا اشيل المرش واقعد اصب ماي بهذا الشكل، هذا مو طبيعي وراح يكون شاق وراح اتملل وراح اترك المسألة واحملها، فلازم يكون عملي الحل، وراح اراويكم الحل البسيط لهذا الموضوع. مثل ما تكلمنا في الفيديو اللي عن نظام الري وشرح جهاز الري أو أنظمة الري، نفس الشيء ركبت هذا الجهاز اللي هو منظم لتوقيت وكمية الري. فأنا حين حاليا مخلية على مرة كل 3 أيام يروي ربع ساعة، يعني كل 3 أيام حسب القطارات يعطي النباتات لتر واحد من الماء، لأن الحين ما أشوف الأصيص يجف، ولكن نحتاج حنفية ماء على الأقل واحدة إذا مو بثنتين إذا راح نبتدي مشروع حديقة على السطح. فهذه بغض النظر احنا نتكلم حديقة زراعية عملية أو حديقة تكون على السطح ونبغيها تكون جميلة ويكون فيها جلسة أو قاعدة وكراسي وكذا. فالري بدون الري ما في نباتات، فالري لازم نوفره ويكون بشكل منتظم على أساس نتفادى مشاكل عدم انتظام الري، من تعفن الثمر، من انشقاق الثمر، أمور كثيرة. فهذه نقطة مهمة، نوفر حنفية ماء واحدة على الأقل، على الأقل واحدة، قد نحتاج ثنتين حسب النباتات والكمية اللي راح نحتاجها. فمثل ما قلت أول شيء قلنا الاتجاه والتوزيع، ثاني شيء قلنا الماء، وثالث شيء اللي راح نحتاجه وأنا للأسف ما عندي هني اللي هو الكهرباء. نحتاج مخارج للكهرباء على أساس لو نبغي نشبك مصابيح أو أنوار أو أجهزة أو أي إن كان، نحتاج يعني يكون في مخرج للكهرباء على الأقل، يكون موزع في السطح نقدر نستغله ونستخدمه. فمثل ما احنا شايفين عندي هذه الخط، هذه طبعا خط مؤقت انا حاطه، ولكن على اساس اوفر ري حق هذه النباتات، لان هذه الاشجار كلها راح تتم في هذه الاصيص اللي هي فيه حاليا الين انتخطى الصيف، يعني نوصل تقريبا شهر 9 شهر 10
راح بعدين انقلها الى الاصيص الاكبر اللي تشوفونه هذه. فمثل ما انتم شايفين من الخط الرئيسي مد لهم قطارات، كل اصيص قطاره واحده، فما احتاج اكثر، عندي قطاره واحده كل اصيص، بس مجرد ان اتحكم بالري على اساس انا ما اتعب رايح وياي شايل ماي واصب واودي واجيب، ما في داعي، اريح نفسي. بهذه الطريقه انا اقدر اركز جهدي على التسميد، العنايه، انتبه للنباتات، اشوف هل في اصابه، هل في مشكله، اعالجها، اعتني. بعكس انه يضيع وقتي وجهدي في ان انا بس اروي واتعب، وبعدين ما راح يكون عندي الجهد والطاقه ان انا انتبه للنباتات. فاوفر على نفسي عن طريق الانظمه هذه واسهل على نفسي بشكل كبير. فهذه الامور الثلاثه الاساسيه اللي لازم نحطها في بالنا كخطوه رئيسيه في تصميم وتوزيع الحديقة أو الزراعة على السطح. الاتجاه من ناحية الشمس، لازم نفهم احتياجات النبتة أصلاً، يعني هذه كلها حمضيات، اللي عندي كلها حمضيات فتحتاج ساعات شمس كثيرة، فلهذا السبب أنا نقلتها للسطح. لكن ما أقدر مثلاً أخذ نباتات مثلاً الجوري أو المحمدي أو أشجار حساسة لشمس في الصيف، مثلا الوستيريا أو أي نبات حساس للشمس القوية، ونقلع على السطح وحطه في مكان مثل ذي اللي حصل ساعات شمس طويلة وساعات شمس في الصيف راح تكون قوية ويحترق عندي النبات وأقول شو اللي صار. فهذه مهم، لازم نفهم احتياجات النبتة، نوزع النباتات بالنسبة إلى اتجاه الزراعة وكمية الشمس اللي راح نحصل عليها. فهل أحتاج أظلل؟ نعم، في أشياء راح أظللها، عندي هني المحمية راح أظللها بروكلين أو التور الأخضر على أساس أخفف عليها حدة الشمس، وراح تكون نفس المحمية ولكن بس مجرد بقماش أو روكلين لتخفيف الظل أو الشمس وتوفير الظل حق النباتات اللي راح تكون داخل، وايضا احميها من الطيور والحمام على اساس راح تكون اشياء مثمره ما ابغيهم يهاجمونها ويضررون الثمار. ولكن بالنسبه لهذه الاشجار، هذه كلها حمضيات فما عندي مشكله. نقطه مهمه هني راح نفصل بين النوعين من المزارعين اللي على السطح. هل انا ازرع بشكل عملي اللي هو اللي انا قاعد اسويه؟ فانا هني ما عندي حديقه ان انا راح احط كراسي وتكون نوع الجلسه او استراحه في وسط الزرع، فالشكل نوعا ما يهمني، فاستخدم هذه الاصايص السوداء والاصيص الاسود البلاستيك. طبعا مثل ما تكلمنا في مشروع السوبر سي او السوبر حاء، لازم نوفر له حمايه، نعزله حراريا لان وجود كميه عاليه من الشمس، والاصيص بلاستيك واسود راح يمتص حراره جدا عاليه وراح يحرق لي الجذور من داخل، الجذور راح تتعب بشكل جدا جدا عالي وراح أخسر النبتة، فلازم أوفر حماية عن الحرارة. والشيء الثاني اللي راح يزرع على السطح بشكل عملي، إن نستخدم خشب أو بلتات أو طبلات أو طبليات علشان نرفع الأصيص عن الأرض، يكون في شوي تهوية تحت الأصيص، وهذه أيضا يساعد في تصريف الماء. فهذه أمور نستخدمها على أساس نساعد النبتة في الحفاظ على نفسها، هذه رفع النباتات عن الأرض يساعد جدا كثير. هذه طبعا انا سويتها بنفسي، للي تابع حسابي في الانستغرام راح يشوف هذه الاشياء، هذه النقاشات وهل بعض التناتيش اللي اطرحها لكم اسالكم فيها، ساعات يصير في نقاش على الانستغرام او اسئله اسالكم. فاللي ما يتابعني على الانستغرام ممكن يدخل على الانستغرام على اساس يتفاعل بهذه المواضيع والاسئله اللي اطرحها. ففي عندي كومه خشب هني، خشب لقيته مرمي على السطح راح استغله على اساس ان اسوي هذه الطبليات من نفسي، والصبغ مجرد عشان يحميها من الماي والشمس وكذا، ما يعني الماي من الاصيص طبعا مو بسبب كثره المطر عندنا، الحمد لله على كل حال. فهذه بخصوص اللي يزرعون بشكل عملي مثلي انا. اما اللي راح يزرع فوق سطح بيته ويبغيها تكون نوع الحديقه ويكون فيها جلسه واستراحه وكذا، لازم يكون التخطيط مختلف. وين راح تكون الجلسة؟ هل راح أسقف السطح كامل وأغطي بروكلين كامل؟ شنو النباتات اللي راح أنقلها إلى السطح؟ كيف راح أزرعها؟ طبعاً اللي راح يبغي يزرع حديقة ما أنصح يستخدم هذا، أنصح يستخدم الأحواض الخشبية نفس اللي أنا بنيتها في الإنستغرام، وراح تطلع عندكم صورة
نموذجية من الحوض اللي بنيته لأحد النباتات. طبعاً بنيت أكثر من واحد لأن يحتاج أصايص شوية تكون كبيرة، والخشب نفسه يحمي من الحرارة، ما يكون حار مثل البلاستيك، ما يمتص حرارة عالية مثل البلاستيك. فهذه وتكون رخيصة بصراحة، يعني تكلفتها تكون رخيصة لو بنيناها بنفسنا بالأدوات الصحيحة، ولكن ما عنده يضطر يشتريها. ولكن على المدى البعيد أحجامها تكون أحسن من الأصيص لأنها تكون مربعة، فنمو الجذور أفقيا، امتدادها أفقيا يكون وايد أحسن. في بعض النباتات ما تحتاج هذا العمق كثر ما تحتاج النمو الأفقي. اللي راح يزرعون حديقة وتكون جلسة وكذا، الخشب يتراوالي هو الأنسب لأنه ممكن يناسب الكراسي والجلسة، والخشب أسهل التعامل معاه من البلاستيك لأنه ممكن نصبغه نشكله نغير منه على أساس يناسب الجلسة كعموم. فهذه أول فيديو أو أول أمور لازم نفهمها في موضوع الزراعة على السطح، وإن شاء الله راح نتابع السلسلة ونتابع تطور ونمو هذه النباتات وتطور الحديقة في السطح إن شاء الله مع بعض. واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.